السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الأول الثانوي العلمي والأدبي مادة التربية الإسلامية، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم طالباتي آيات من سورة الحشر بعنوان تعظيم الله تعالى. بحب في البداية بس أوضح بعض المفردات اللي موجودة في المقطع القرآني. يا أيها الذين آمنوا، هنا فيها خطاب لأمة الإيمان، اتقوا الله، اللي هي يعني خافوا الله، وهذا التقوى خطاب عام للمسلمين. اتكررت كلمة واتقوا الله مرة تانية بناتها زي ما انتم شايفين، اللي هي فيها خطاب للمؤمنين خاصة. في فرق بين المسلمين والمؤمنين، طبعا درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام لأنه الإيمان قلبي، لكن الإسلام يظهر على الجوارح. وهذا التكرار يعني اتقوا الله واتقوا الله مرة تانية، هذا بنسميه تكرار لفظي. الآية الثانية ولا تكونوا كالذين، هاي صيغة تحذيرية بيحذر فيها رب العالمين أمة الإيمان من إنهم يكونوا مثل الذين نسوا الله. من هم اللي نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ اللي هم أصحاب الرسالات السماوية السابقة، وصفهم رب العالمين اسم إشارة أولئك بأنهم هم الفاسقون. لماذا عبر عنهم بكلمة الفاسقون وليس بالكافرين؟ لأنه هم يعني مؤمنين ولكنهم خالفوا أوامر الله عز وجل، ولذلك وصفهم بالفسق وليس بالكفر. عندنا يا بناتي هنا كمان لو أنزلنا هذا القرآن، هذا مثال بشبه فيه رب العالمين إنه الجبل لو إله، لو إنه شخص له قلب وعقل وسمع آيات القرآن الكريم لنزل مخشيا عليه، فهذا حال الجبل، فما بال الإنسان الذي له قلب وعقل ويعي ويسمع، لماذا لا يخشع ويرجع ويؤوب إلى الله عز وجل؟ الآيات بناتي من عند هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى الآية وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات تقرأ عادة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. طريقة قراءتها بالطريقة التالية، بنقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تكرر لثلاث مرات هذه الاستعادة مع البسملة، ثم بنقرأ هذه الآيات مرة واحدة. ربنا وضع على الإنسان حراسة من الملائكة بتحفظه من بعد صلاة الفجر حتى المغرب، ولما نصلي الإنسان المغرب وبعاود بعيد قراءتها مرة تانية، أيضا ربنا بحط عليه حراسة من الملائكة بتحفظه من المغرب إلى صلاة إلى طلوع الفجر. هذا ما أحببت أني أود أني أحكيه، ثم أوضح لكم باقي الشرح إن شاء الله وتفصيل الآيات في أثناء الشرح. والسلام عليكم.